السلام عليكم واهلا بكم، مرحبا بكم في قناه تعيده لما كويزين. اليوم جبت لكم الوصفه تاع المقروط تاع الفرينه في الكوشه. بسم الله، نعطي لكم قبل المقادير تاع الشربات، يعني تاع السيرو اللي حنعسلو به. بسم الله، نبداو قبل فرد السيرو. بسم الله، عندنا زوج مقادير، زوج كيسان يعني. بسم الله على بركه الله، هذيك زوج كيسان هكا ماشي عامرين. هكا زوج كيسان تاع سكر حبيبات وكاس تاع الماء. كاس تاع الماء كيف كيف هذاك الكيل اللي كيلنا ماشي عامر. هاوليك، ونزيد ربع تاع حبه قارص نعصرها، يعني هذه معمره بالجوي الله يبارك، سينو كي تكون وحده ماشي عامره تكون حبيبه صغيره. المهم يخرج لكم قيس هكا، قيس اصبع تاع الجوي تاع القارص. فوالا، ونحي مع دوك الحبيبات، نخليوه حبيباتي كي يبدا يجيب الغليه نحسب له 15 دقيقه غير يجيب الغليه، نقص له افون يعني قريب حنطفيه، ونخليه يتكتك بالعقل مده 15 دقيقه. نكمل هذا، نجوزو دوكا المقادير تاع المقروط. لا هنا حبيباتي، واش عندي مع المقروط تاع فرينه المقادير. هنا عندي 500 غرام تاع فرينه سيرتها، عندي 3 مغارف تاع الزيت تاع الماكله كما هكا، عندي رشه ملح، صفار بيض، زوج مغارف تاع الماكله ماشي عامرين شويه برك هكا تاع سكر كلاصي، ونرشو نكملو نطمو لاباط تاعنا بالحليب. انا ماشي هذا مقدار تاعو يعني واش اللي تنطم منه. وعندي هنا لا بودغ تاع زهر البرتقال، زهرة البرتقال نديرو مغرفة تاع لاتاي هاد الصغيرة ماشي تاع القهوة. وهنا عندي 250 غرام تاع مارغارين، وهنا وجدت التمر تاعي فورتو، زدتلو شوية قرنفل عبصتو كاع كرازيتو، زدتلو شوية تاع السمن، وزدتلو قرنفل والقرفة، وعمرتو زدتلو قريب كاس هكا تاع جلجلن لداخل. بعد تشوفوه معايا. بسم الله، نبداو في رشة ملح قبل. يعني الملح محافظة، ونزيد تاني السكر كلاصي تاعي زوج مغارف تاع الماكلة ماشي عامرين قلت لكم، ونزيد بودرة زهرة البرتقال تعطي له النكهه تاع المزهر. توجو قلت لكم لووها مليح وتقلبوا الفرن تاعها حتى باش ما تروح لكمش الريحه. انا عندي شحال ملي شيتها ومازالها. هاليك مغرفه تاع لاتاي كي لافاني كي هادي، لازم توت سويت نخرجوا لها داك نفس الهواء بلا ما نربطها، ونرجعها للتحت باش ما تروح لهاش ريحتها. نزيد 3 مغارف تاع الماكله تاع الزيت. بسم الله، زوج 3 هذيك هذي نحيها في طريقي، ونزيد صفار صفار تاع حبه بيض. هدا تاني نحيه خاف كاش منه ندفقو ولا. ونزيد مارغارين تاعي هادي 500 غرام، هتشوفو معايا وريت لكم ديجا شحال نخطر نجيب الموس كيفاش نخرجو 250 غرام. يعني ملي ما عندهاش ميزان تقسم هكا على النص هايك،
بسم الله، ندير نص من هاد البواطة. يعني وريت لكم ديجا، بصح واش علي نعاود لكم. تكون لينة، تكون حيتوها في فريجيدا باش تجيكم سهلة كي تبسو لافارين تاعكم. لازم كي نشوف هكا نشوف نص. هاهي لازم نشوف نص تاع العلبة هذا باش نشربو به قهوة ولا لاتاي. دوك نبسس قبل هاد العجينة تاعي. هيك بعد ما بسستها كاع دوك نجيب الحليب تاعي. بسم الله نرش غير بالعقل ماشي على الضربه حبيباتي، كما يجيكم ثاني جاري. لازم تجيكم لاباط تاعها كيما لاباط بريزي، لاباط سابلي، ماشي تكون طالقه روحها، تكون متماسكه ميم طون ماشي رطبه بزاف، سينو ثاني ما يجيكمش مبسس. زيد شوية برك تي حاجة. خاطر سا ديبون لافارين، كاين لافارين لي تشرب، كاين لي ماشي قاع كيف كيف لي الفارينات. وجامي نعجنوها، راني غير ندير هكا. زيد شوية كاين في هاد القاع شويه فارينه هاليك، ما داليش بزاف يا ربي، دالي قيس 4 مغارف تاع الماكله. راني فهمتكم لاباط تكون كيما تاع لي صابلي، ما تكوني ني جاريه متماسكه ورطبه وماشي يابسه. باش تجيكم ها ماسكة. دوك نقي البلون طخافاي تاعي وليو نفورميو المقروط تاعنا. هايليك لاباط تاعنا، هاوليك درت الحرابش تاع التمر، درتهم شوية خشن كتر من الأسبوع تاعي هكا. ونبدا نديرو على ثلاثة. بسم الله نحلو هكا باش يجينا ساهل ونبسطوه. نجيب حربوش واحد نسيب نزيدها شويه باش ما تجينيش بزاف خشينه. وزيادة نحيها سيلي يعني ماشي مشكل، تولي تجمعوها وديرولها هكا باش تكون لاباط رقيقة ما تكونش خشينة. من في الطيه في الكوشه ما يديلكمش بزاف الوقت. هكا نسيو نخرجوا كاع هذاك الهواء.
نهزو كاع هكا باش ما يكونش الهواء لداخل. كل خطره ندير هكا بالعقل ونمشي، كل خطره نزيد نعاود باش نخرج الهواء اللي راه ما بين التمر والعجينه. هايلك باش تكون لاباط تاعنا رقيقه، يكون شويه التمر زياده. ونشوف وين غلقت، لازم نرجعو لتحت هكا. نجيب الكوبات تاعي سيو نسقمو، نجيب هادي سينو اللي ما عندهاش دير بالموس. بسم الله ها باش يجيكم شباب. هايلك نسدو هكا باش تعاونكم في الخدمة. ها وهذا كيش ندير، ندير هكا نحي لاباط تاعي بالعقل، وهذاك التمر نعاود نرجعو للداخل. ها غير بالعقل سيسو الحالة. ها هكا نعاود نرجعها في لاباط حبيباتي هكا. ودوك نجيب هالي هادو دوكا منتوشي، نسيي غير نسقم هكا. ها هاكو شتو شحال شباب، هايلي هايلي هكا. سيو نجمعو هاد لي كوتي باش ما تكونش كيما لونتين تتكسرها هكا. دوك ندير لكم وحده كيفاه ننقشها. بسم الله نجيب هكا تاع النقاش. بسم الله ها ها نزيد خطوه دوزيام، نجيب النوادر تاعي ما نشوفش بيان. باش نشوف تخي تخي بيان باسكو عينيا شويه، بعد نولي ندير هكا. فاسيل وشباب بريزونطابل. ما ترفدوش بالخفي يديكم غير بالعقل. ها هايلك هايلك شابه. نحطها نزيد لكم الثانيه، يعني نتوما تحبوا ترسموا كيش حبيتوا حبيباتي. نقدروا نديروا غير ان تخي في الوسط. ها ها نقدروا نديروا غير ان تخي كيش حبيتو ترسمو بهاد النقاش. فوالا هاكا ما فاصون نكملهم كاع حبيباتي. هاكو شفتو هنايا ما تكونش عجينه بزاف، يكون تمر بزاف. ونسيت حاجه نوريها لكم تانيت، كي نروحو نديروهم في الفور ما نحطهمش متباعدين، مادابيا نحط وحده قدام اختها باش هداك التمر ما يتحليش هكا هكا. ونزيد تاني التانية هكدا. هاكو فهمتوني ان شاء الله، كي نكمل كاع نولي لعندكم تشوفوهم. هاديك حبيباتي بعد ما كملتهم نقشتهم بهذا سنان سامبل هكا ماشي معوج. وهنا درت صغار ودرت هنا كبار باش تشوفو اللي يعجبكم نتوما. وهنا درت نص نقشتهم النص لهنا، يعني الاختيار يرجع ليكم حبيباتي. وهنا بقات لي وحده صغيره هاي اللي كيفاش درت لها. دوك نديرهم في الفرن 170 درجه 160 كل واحد الفرن تاعو، يطيبوا بغردهم ونولي لعندكم. هاوليك حبيباتي بعد ما طابولي طيبتهم غير بيوضه
35 دقيقه اللي شدوا لي في الفور باسكو ابتي فو واش عليه هادو بيضه بصح رايح شويه الصفوريه ماشي حاجه حبيتو بيض لازم يبان هاد النقش تاعو تاع هاوليك من تحت احمر قلت لكم 35 دقيقه اللي شد لي في الفور دوكا واش حندير كل مقروطه ندير لها هكا ها بان نديرو في ليكوسال في ليكيسات ولا نقدمو هكاك هايلك هكا يجيكم بنين روعه يعني ماشي معمر بالعجينه فيه بزاف التمر مع الجلجلان قلت لكم درت له كاس ناقص اسبوع انا وريت لكم الحجم الصغير وريت لكم مقروطه متوسطه نتوما يرجع اليكم اكوشتو الفيديو تاعي يعني لي ما حبش تنقشو كاع كي دير هكا العسيله هذه ثقيله تقدر دير هكا شويه جلجلان من الفوق وشنو هذا طايب راه سخون مازال دوك اللي خرجتو في الفرن وهذه العسيله بارده حبيباتي دوك يتشرب لي شويه ونقدمه لكم في الطبسي عليكم بارد حبيباتي هاوليك المقروط تاعي تاع الفرينه اللي درناه بالغرس مع الجلجلان وعسلناه خرج لي ما شاء الله روعه دوك نوري لكم حبه هايلك بسم الله هايلك كشتو كيفاش يتفتت الله يبارك ان شاء الله تعجبكم هذا الفيديو حبيباتي هذه هي خواتاتي بالنسبه للفيديو تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تكون نفعتكم ونقول لكم حبيبه قلبي ودمتم في رعايه الله وحفظه